الخليفة الرابع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، علي بن أبي طالب البطل في فتح خيبر، استعصى فتح الحصن على أبي بكر الصديق والقوة التي معه رضي الله عنه، كما استعصت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه والقوة التي معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه حصن خيبر. كل الصحابة تمنوا أن يكونوا هم المقصودين بهذا القول، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: ما كنتش عمري أتمنى الولاية أو الإمارة، لكن في ذلك اليوم تمنيت أن أكون المقصود بأن يحبه الله ورسوله. وفي اليوم التالي نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة: أين علي بن أبي طالب؟ فوقف علي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان به ألم بعينيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عينه بها ألم مسح عليها فبرئت، وذهب علي ونادى: أنا علي بن أبي طالب، على باب الحصن. فضربوه ووقع الترس من بين يديه، فانقض علي بن أبي طالب على باب الحصن وخلعه. يقول أحد الصحابة: كنت أنا وسبعة نحاول أن نحرك هذا الباب، والله ما استطعنا أن نحركه. علي بن أبي طالب بهذا الاقتحام فتح الله على يديه الحصن.